كلمة حق لازم تتقال، زي ما عندنا لعيبة عظيمة في النادي الأهلي في الفرق المختلفة، كمان عندنا جمهور عظيم، وجمهور النادي الأهلي لوحده الحقيقة كفيل إن هو ينجح أي فريق بيشجعه. إحنا بنتكلم على جمهور استثنائي بالمعنى الحرفي للكلمة. طبعا أصداء الفوز على سموحة كانت كبيرة جدا، وزي ما سمعنا كلمات ورسائل من اللعيبة نفسهم، تعالوا بقى نشوف الجمهور عبر عن فرحته إزاي، وجه رسائل محتواها إيه لكل اللعيبة اللي الحقيقة كلهم بدون استثناء قدموا أداء ولا أروع وقدروا يسيطروا على اللقاء وحسم الفوز. تعالوا نشوف الجمهور قال إيه. اتفضل. طبعا احب اوجه لهم يعني كملوا زي ما هم، وعجبني روحهم جدا كتيم مع بعض، يفضلوا كده وان شاء الله هيكسبوا كل البطولات اللي جايه. اوجه لهم ان هم يحاولوا يحافظوا على المستوى ده، وان هم عملوا مجهود كبير جدا، وان هم عرفوا ان هم يعوضوا بعد ما خسروا ماتش الاتحاد وجابوا البطوله، وان هم يفضلوا بالمستوى ده ان شاء الله وياخدوا كل البطولات السيزون ده. ان هم ان شاء الله يفضلوا كده لحد اخر السيزون ويفضلوا مع بعض وكده، ان هم بعد ما خسروا اول ماتش الاتحاد قدروا يعوضوا وكسبوا تاني ماتش وكسبوا فرق سكور حلو تاهلوا للفاينل وكده، وان شاء الله يكسبوا بقيه البطولات بتاعه السيزون. انا اتفرجت على الماتش امبارح بجد كان حلو قوي، هم تعبوا جدا وكان يعني مجهودهم باين جدا في الماتش، وبجد بتمنى لهم الخير دايما في الماتشات الكتير قوي دي. ان هم يكملوا على كده عشان يجوا لنا بطولات اكتر ويخلوا الروح ما بينهم حلوه كده، وطبعا احنا كسبنا عشان الروح يعني بره البنش جوه الملعب. يعني الماتشات كان فريق بيلعب كله بروح عاليه وكله باصص الفريق، ما حدش باصص لنفسه، وان شاء الله ربنا معانا في اللي جاي ونكسب البطولات اللي جايه ان شاء الله. نفضل مكملين زي ما احنا عشان احنا متعودين ان احنا ناخد رقم واحد في البطولات كلها. احب طبعا ابارك لجمهور النادي الاهلي واللاعبين، انا عارف منهم كذا لاعب على المستوى الشخصي، بس الفريق له 18 سنه وانجاز كبير اللي هم يكسبوا الدوري 4 مرات ورا بعض و9 مرات كده في تاريخهم، ده انجاز يحسب للنادي الاهلي وان شاء الله يستمروا في النجاح ده. شايفه ان هم يستحقوها عشان كلهم لعبوا تيم ورك كويس مع بعض، وكمان المرتبط الصغيرين ساعدوهم ان هم يعملوا كده، ولسه عندنا كتير قوي من البطولات ان شاء الله كلهم يتحققوا، ومحدش فكر في نفسه يعني كل واحد لعب كتيم ورك عشان كده خدوا البطوله. شايف ان هم كانوا بيلعبوا حلو قوي وكان عندهم تيم ورك كويس قوي، وكان الروحهم الحلوه هي اللي خلتهم يستحقوا يكسبوا 4 سنين ورا بعض.